الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ما هو الذكر العظيم والاسم العظيم الذي تتحكم فيه حتى في الأسود ملك الغابة؟ سترون هذه الصورة، هي صورة لحمار، وهو هذا الحمار يجر يعني عربة. فأنا لما فعلت هذا الذكر، قمت بهذا الذكر وذكرت هذا الاسم، رأيت الأسد وأنا راكب على العربة والأسد يجر بي العربة. وما أدراك ما الأسد؟ هو ملك الغابة، يعني قوة اسم الله، قوة الذكر. هذا الاسم تقهر به عدوك كيفما كان وأينما كان، جن، شيطان، إنس، قارين. هذا الاسم تقهر به الوقت، تقهر به الزمان، تقهر به كل شيء، تقهر به المرض. اسم عظيم. ما هو العدد الذي قلته أنا ورأيت في هذه النتائج؟ 5000. 5000 ممكن أن تفرق 1000 مرة وراء كل صلاة، ممكن أن تقول في جلسة واحدة، ممكن مثلا تقول 3000 في وقت و2000 في وقت. يوسف، أريد أن أقول 2000 فقط، تقول 2000 ولكن لا أعلم هل سترى نتائج. أنا رأيت نتائج ب5000. ممكن تقول مثلا 1000 في الصباح 1000 في الليل، تجرب. حاول أن تداوم ولو أسبوع 5000 1000 مرة وراء كل صلاة، أو مثلا على حسب وقتك. مثلا أنا عندي الوقت في الليل، تقول في الليل مثلا، تقول 1000 في الصباح و2000 أو 2000 في اليوم و3000 في الليل، أو تقول في جلسة واحدة 5000 في جلسة واحدة. وهي صعب جدا أن تذكر ذكر في جلسة واحدة، ربما الإنسان ليس عنده وقت أو يأتيه إرهاق. التغلب على الشيطان والجن والإنس وكل مخلوق. أنا قلت لكم لما ذكرت رأيت نفسي أنني أروض الأسد، يعني الأسد أصبح يجر بي العربة كالحمار، وأنا ذاهب فوق العربة. أظن فهمتم ماذا أقول. تعويض الأسد وهو ملك الغابة. فما أدراك ما الحاشية الأخرى؟ ما أدراك الحاشية الأخرى الذي يتشكى من الجن العاشق والشيطان والسحر وكذا؟ فقط يتبع هذا الذكر يغلب على كل شيء بإذن الله. الاسم هو اسم الله القهار. كيف تذكره؟ تقول سبحان الله القهار وبحمده فقط. سبحان الله القهار وبحمده فقط. 5000 1000 مرة وراء كل صوت. هذا أنا ما فعلته. ممكن أن تقوم به 3000، 2000، 4000، 1000، فتنظر ماذا سيحدث معك. ولكن أنا قلت لك ما فعلت أنا. 5000 ذكرت سبحان الله القهار وبحمده فرأيت هذه النتائج. يضاعف لك الوقت في النوم، يعني تنام ساعتين 3 ساعات، كأنك نمت 8 ساعات، تستيقظ براحة من يذكر اسم الله القهار. هذا ما قمت به أنا وما رأيت به. هذه النتائج يعني تقهر به العدو، تقهر به أي عدو كان عندك. إذا ذكرت اسم الله القهار يقهر. إذا كان فيك جن أو شيطان أو مس، قم بهذا الورد وانظر ماذا سيحدث معك إن شاء الله. هذا كل شيء، أتمنى لكم الخير وإلى اللقاء. لا إله إلا الله، 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 لا إله
لا إله إلا الله